عايز او عايز يلعب مبارياته في كاس مصر او مباراته في كاس مصر مع نادي بيراميدز علشان عبد الله السعيد مش موجود وعلشان عمر خربين مش موجود. تخيلوا الدماغ وصلت لايه؟ تخيلوا حضراتكم الدماغ وصلت لايه؟ الدماغ ده وصلت ان النادي الاهلي بياخد قرار او بياخد 5 قرارات مهمه جدا ومصيريه جدا علشان ما نلعبش مباراه او نلعب مباراه الكاس وعبد الله السعيد مش موجود وخربين مش موجود. تخيلوا الدماغ وصلت لغايه فين؟ كل واحد من حقه يقول اللي هو عايزه، انا ما عنديش مشكله بالمناسبه يعني، اللي عايز يقول حاجه يقولها. ولكن النادي الاهلي، النادي الاهلي صاحب البطولات قد ايه؟ انا مش عايز اقول كل شويه البطولات قد ايه، لكن النادي الاهلي صاحب البطولات هياخد قرار ان هو ما يستكملش الدوري العام المصري الا اذا القرارات اللي سمعتوها امبارح، ويلعب مباراه الكاس علشان ما يلعبش عبد الله السعيد وعمر خربين. يا نهار ابيض يا جماعه، الدماغ، ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ دي دماغ غريبه الحقيقه، او دماغ بتفكر بشكل متطرف جدا، بشكل متطرف جدا. قال للنادي الاهلي مش عايز يلعب مباراته او عايز يلعب مباراته في الكاس مع بيراميدز عشان عبد الله السعيد وعمر خربين مش موجود. وبالتالي يعني الاسئله هي مردود، الاسئله مردود عليها كويس جدا جدا جدا. لكن انا حبيت بس اوري لحضراتكم كل حاجه، او بوري لحضراتكم واحده واحده كل حاجه على الترابيزه زي ما بيقولوا. من ضمن الاسئله، من ضمن الاسئله اللي الناس بتسالها او اللي الناس